الفرق بين الباء والتاء؟ ايه هو السؤال؟ هو ده الفرق بين الباء والتاء؟ ايه هو السؤال يا فندم؟ يا حمار انت، هلا هو ليه السؤال الفرق بين الباء والتاء؟ انت صعب في السؤال قوي. تكنيلي يا ولد الروح. تمام مديش فين؟ ايه يا فندم؟ ايه يا ولد بعثك في ايه؟ واحد بهقد الدنيا قاعد عند ابوك العم. بيه؟ ايه؟ من الحكومة؟ ده ما اعرفش والنبي، بس هو كده بيه يعني ابوك العم دي؟ قال له يا بيه. زيع في الحمار قال. زيع. حنا هو. يا رب جيب العواقب سليمة يا رب. ده الحكومة ما جاتش هنا من 10 سنين. المسامح كريم يا حضرة العم. ايه اللي فكر عبد الغفار بابنه بعد 20 سنة؟ ايه؟ الدم عمره ما يبقى ميه يا حضرة العم. ولما سابوا طفل على دراع امه وجري ورا الكورة ولعب العيال، ما كانش عارف ساعتها ان الدم ما يبقاش ميه؟ يا عمدة، كل انسان بيغلط. وعبد الغفار بيه دلوقتي من اغنى اغنياء البلد، ومنصور هو وريثه الوحيد. منصور مش محتاج لفلوسه، الله الغني عن فلوسه. الراجل مريض بيموت، ونفسه يشوف ابنه. فين الحكومة؟ في المنظرة الشرقية. فين؟ ايه في المنظرة الشرقية يا قول. المنظرة الشرقية؟ هو علم ما نخش المنظرة الشرقية. خير يا مهم، الحكومة عايزة ايه مننا؟ حكومة ايه؟ ده ابوك بقت عايز ياخدك. هو كان فين من زمان؟ انا مش رايح حالي، انت مش قايله انه وحش؟ المسامح كريم يا ابني، ده برضه ابوك. انا اروح له ياما؟ ايه؟ اشوف ابويا. ايه يا حسني؟ مال؟ ايه يا حسنيه؟ ايه العياط دي؟ مش هديك مسافر اهو، هتتخرب يا منصور. وانا يا بنتي مسافر بلاد بره، ده انا هروح اشوف ابويا وارجع تاني، مش انا طلعت اب ولسه بيلعب كوره. معقول يا حضره العمده تعتزل من زمان قوي، دلوقتي بقى صاحب المصنع والنادي وفريق كوره؟ ها قلت يا حضره العمده؟ واجب برضه ناخد رايه. ابويا العمدة وماي توحشيني قوي يا حسني، خلي بالك من العي سقفولي. مشوا العيال دول مش هيمشوا، اصلهم بيحبوني قوي، حكيماني مهم هنا قوي. واضح. كل دول تلاميذ؟ طبعا. بلغ اللي هناك دي تلميذ. يا سلام. امال ايه؟ طيب. تحب اشخد لك فيهم هما يمشوا؟ ليه على ايه؟ ما انا مصدقك. لحسن تكون فاكرني بجوخ ولا بنخع ولا حاجه. لا ابدا، انا اللي بنخع من التعب. اتفضل يا سعاده البيه. اتفضل انت البيه. لا لا، حضرتك البيه العفو، اتفضل. اني؟ ما هو مش هيغيب كتير، كلها كام يوم ويرجع.